خلونا نقرأ هذا الاجتماع وما جاء فيه مع الخبير المصرفي الأستاذ هاني أبو الفتوح. أستاذ هاني، أهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. يعني الأول، كيف قرأت هذا الاجتماع؟ يمكن ده اللقاء الثاني، اللقاء الأول أعتقد كان لقاء يعني للتهنئة بالمنصب أو اللقاء بروتوكولي، لكن النهاردة إحنا قدام بيان بيقول إنه كانت هناك نقاشات حول عدد من الموضوعات والإجراءات الخاصة بالبنك المركزي. هو زي ما حضرتك وضحت ان الاجتماع ده الحقيقه تطرق لعدد من الملفات الهامه اللي هي ناقشها القائم باعمال محافظ البنك المركزي مع رئيس الوزراء، ويمكن اهم من وجهه نظري يمكن اهم الملفين قدام محافظ البنك المركزي واللي هو اطرهم مع رئيس الوزراء هو تفعيل قرار استثناء مستلزمات الانتاج من نظام الاستيراد المعمول به حاليا اللي هو الاعتمادات المستنديه، اللي هو كان بموجبه اصدر البنك المركزي قراره بقصر الاستيراد على الاعتمادات المستنديه بدلا من مستندات التحصيل. والحقيقه تم يعني تعديل هذا القرار عده مرات، ويمكن من لم يتم مناقشته مع رجال مع جمعيات المجتمع الاعمال، وبصوره يعني جعلت القرار ده يتعدل اكثر من مره، وهو الحقيقه تسبب في تعطيل بعض المصانع وايضا ارتفاع بعض اسعار السلع، بالتحديد اسعار السلع المستورده. طبعا لسه في يعني احنا انا طبعا مقدر ان ازمه توفر العملة الأجنبية عاملة ضغوط على البنك المركزي، وخصوصا ان احنا بنستورد بما يقارب 8 مليار دولار شهريا ما بين استيراد وسداد التزامات عاجلة بالعملة الأجنبية، ولكن في نفس الوقت في بعض الصناعات وحتى التصدير بيعتمد على مستلزمات إنتاج مستوردة، فأعتقد ده برضو من أحد أهم الملفات اللي تم مناقشتها، وأتمنى أنه يتوصلوا إلى حل عاجل آخر. الملف الثاني اللي هو برضو يعني تم مناقشته اللي هو إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك، وده الحقيقة القرار ده كان في حينه لما تم اتخاذ هذا القرار في ابريل سنه 2020، ده كان لمواجهه اثار فيروس ازمه فيروس كورونا، وايضا يعني كان هدفه ايضا ان هو يشجع المواطنين اكثر على التعامل بوسائل غير نقديه، وده لتحقيق الشمول المالي. فلما القرار ده صدر، ويمكن من اول القرارات اللي اصدرها البنك المركزي وهو زياده حد الزياده 50,000 جنيه حد السحب النقدي من 50,000 الى 150,000. ده برضو يعني كان له اثر ان هو يوفر السيوله في السوق. احنا طبعا الفرق ما بين سنة 2020 و2022 والتضخم المبلغ اللي هو 50,000 مع التضخم ما كانش بيبقى مبلغ كافي لتيسير الأعمال. معظم في بعض الأعمال لا زالت بطبيعتها بتتم نقدا، يعني المزارعين في الأرياف في الأسواق العشوائية تعاملاتهم كلها معتمدة على النقد، وبعض انواع المعاملات لا زالت بتعتمد على النقد. فاعتقد ان القرار ده يعني هيحرك شويه او يزلل شويه من الضغوط اللي كانت موجوده في الاسواق على السيوله. يعني بشكرك جدا استاذ هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي. احنا بنحاول بس نبقى متابعين ما يحدث، لانه البنك المركزي المصري او وضع السياسات الماليه ووضع السياسات النقديه في مصر، هو بيعمل في ظل ظروف ايضا صعبه جدا، في ظل ظروف ضاغطه جدا، فكل قرار بيتاخد بيبقى قرار محسوب.